السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ كلشي لاباس؟ اليوم غادي نديرو بانكيك. غادي نبداو على بركه الله. عندي جوج بيضات، عندي 300 مليلتر نتاع الحليب، عندي زلافه ديال الطحين، غندير جوج معالق ديال الخميره، واحدة ديال الفاني، واحد شويه ديال الملحه، 5 د المعالق ديال الزيت، 5 د المعالق ديال السكر، او عندي هنا روحة الفاني. غادي نبدا نهرس البيض. ندير 4 د المعالق 5 د المعالق ديال السنيده كبار، خمسة المعالق ديال الزيت، ودابا غادي ندير شوية ديال الملحة، وغادي ندير الفاني، وغادي ندير الروح ديال الفاني. وغادي ندير جوج معالق ديال الخميره، غادي نخلطو كلشي. غادي ندير الحليب و جوج معالق ديال الخميرة، وغادي ندير جوج معالق ديال الخمارة الحلوة. وغادي نخلط بعد ما خلطت الخليط مزيان، دابا غادي نخليه يرتاح واحد 10 دقائق. من بعد ما دازت 10 دقائق خليت العجينه ديالي الخليط ديالي يرتاح، دابا غادي نبدا. درت المقله تسخن ودرت فيها واحد نقطه الزيت ومسحتها مزيان. دابا غادي نبدا من يبان لكم بدا كيدير هاد العوينات بان راه طابت من التحت. غادي نقلبوها دابا، ونخليوها طيب على الجهه الاخرى. انا دابا ساليت، كملت ليهم كاملين الطياب، خرجوا لي 16 حبه. المهم كل واحد على حساب الطمانيو اللي غادي يديروا. غادي نزينهم بالعسل وهادو
بفريز وأرندانوس و مورا. أول شيء ناخد العسل نقلي شوية من الفوق، المهم السكر اللي بغا ينقص ولا شي حاجة ينقص على حسب الحلاوة كيفاش كتعجبكم. وغادي ندير ليها الكركاع من جناب، انا كملت وزوقتها كي قلت لكم ست ليها الكركاع زوقتها. المهم كل وحده تزوقو باش باللي عندها وباللي بغات، انا غير عطيتكم هاد الطريقه تاع الزوق، ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. وما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس. الى اللقاء، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.